الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله من الصراصير على جسم الإنسان في المنام علامة على محاولة أحد الأشخاص إلحاق الأذى بالحالم، والله أعلم. الصراصير على الجسم في المنام علامة على إصابة الشخص بالعين أو الحسد، والله أعلم. إذا رأى الشخص الصراصير عليه علامة على التطفل والحقد وسيء الأخلاق الموجودة في حياة هذا الإنسان، والله أعلم. بالإضافة إذا رأى الإنسان الصراصير عليه علامة على السفاهة والمكر من أشخاص مقرب منهم، والله أعلم. إذا رأى الإنسان الصراصير البيضاء علامة أنه إنسان مضطرب المشاعر دائما، والله أعلم. الصراصير على الشخص علامة على عدم الثقة والقلق الدائم في الحياة، والله أعلم. إذا رأى الإنسان الصراصير عليه علامة على مشاعر الخوف والقلق وعدم الشعور بالأمان في الحياة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الصراصير البيضاء تكون إشارة على أن هذه المرأة تعاني من مشاعر دائما وعدم، يعني عندها مشاعر متلخبطة وعدم القلق والخوف والاضطرابات في الحياة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان الصراصير الميتة علامة على العين والحسد الذي يصاب بها هذا الشخص هذه الأيام، ودليل أيضا على التورط في بعض الأمور والاضطرابات والإزمات نتيجة بعض الأصدقاء في الحياة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الحالم الصراصير الميتة في المنام تكون إشارة على وجود أشخاص يحاولون حجب الشخص عن تحقيق أهدافه في الحياة.